هل دي هنا رجراجي المدرب الوطني وده بيفكرني دايما بعلاقة كابتن حسن شحاتة باللعيبة. هل جيل حسن شحاتة ده كان ممكن يكمل؟ انا قريت تقرير لي انه زعلان انه هو ما كملش تدريب. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني من افضل الاجيال من ايام الكابتن جوهري الله يرحمه ثم حسن شحاتة، دولت من افضل الاجيال اللي جت يعني في تاريخ الكورة، وده بيبقى بخت المدرب ان تلاقي عندك لعيبة يقدروا ينفذوا الافكار بتاعتك، لعيبة عندهم نواحي مهارية كويس، نواحي بدنية كويس، تعاون ودوافع نفسية ومعنوية بشكل جيد جدا تقدر تحققي، وده اللي حصل مع كابتن حسن شحاتة والكابتن جوهري. ولكن الكابتن حسن شحاتة كان عنده ميزة، هو علاقته باللعيبة، يعني كابتن حسن شحاتة كان يقعد يتكلم مع اللعيبة يتمتعوا في الملعب، ما بيحطش عليهم ضغوط، ما بيحطش عليهم مسؤوليه، لكن هو بيحط عليهم حته ان انا احب المكسب وده يبقى طريقي وده المشروع اللي انا اشتغل عليه، وده اللي نجح حسن شحاته مع جيله. تامر، انا بشوف ان المغرب نجحت من قبل البطوله لاكثر من سبب، يعني انا من الاتحاد المغربي ان هو يقرر قبل البطوله ان هو يمشي مدير فني اجنبي بقى له فتره كبيره واسم قوي زي المدير الفني البوسني، ويجيب مدير فني وطني لما شاف اخر اغسطس، يعني يجيب مدير فني وطني قبل البطوله. لا الطبيعي ان اللي بيحصل العكس، ان بيبقى في مدير فني وطني وقبل بطوله مهمه تلاقيه جايب مدير فني اجنبي. وليد رجراجي لما جابوه، او رجراجي لان هو بيتكتب بالكاف بس بيقولوا رجراجي، لما جابوه يا لميس جابوه في خلال 4 سنين لقوه ان هو مسك فرقه صغيره في المغرب اخذ بيها دوري، بعدها بسنه مسك الدحيل راح واخد بيها دوري، رجع الوداد راح واخد بطوله افريقيا والدوري. فمدرب شاب عنده 47 سنه، وبعدين عمل حاجه مميزه جدا ان هو كان في مشاكل كتير قوي من لعيبه زي حكيم زياش زي كان ما بيجوش المنتخب المغربي بسبب المدير الفني خلاف مع خليل وسيتش، قدر يرجع يجمع الفرقه. بص حكيم زياش اللي عمره ما بيدافع في تشيلسي بيدافع ازاي مع المغرب، فده يوضح ان الموضوع روح مع تكتيك، يعني منظومه كلها كامله هي اللي وصلت المغرب انها توصل للمرحله دي.